البتاع ده المفروض نرشه على عتبة اوضته، بس مش عارفه هنعمل ده ازاي. بسيطه، نكلم الشغاله اللي عنده في البيت ونديها العمل وترشه على عتبة اوضته. لا لا بلاش موضوع الشغالات ده. خلاص انا عندي فكره تانية، احنا نتصل بشركه رش مبيدات وتطهير ونخليهم يجوا الشركه هنا عندنا يرشوا الشركه ويروقوها، وبعد كده نبعتهم البيت عند زيدان ونديهم العمل. فكره حلوه، بس هنقنع زيدان ازاي ان هي تروح عنده؟ هنقوله شركه جامده قوي، خدنا اوفر حلوه قوي، هيطهروا لك البيت وينضفوا لك، هيوافق طبعا. حاسه التحمس زايد النهارده ولا انا بيتهيألي؟ لا هي الاخت مهره بس بتعمل تصرفات غريبه، فانا مش متعاطفه معاها خالص. اشترت مصنع قديم وعايزه تجدده، ارض المصنع بس ب 20 مليون جنيه. 20 ايه؟ ده كل ده لسه ما جددناش المصنع ووضبناه، يعني الطلعه دي ممكن تخش في 100 مليون بالمستريح. 100 مليون يا صفاء؟ ده لسه ما كلتش وشربت بقى وصرفت على اخواتها وعلى ابنها. مين حضراتكم؟ احنا شركة النظافة وجايين بأوردر من صفاء هان. طب لحظة قولي لهان. اتفضل. أيوة سعاد تعالي. مدام مهرة، في عمال نظافة بره بعتهم مدام صفاء. خليهم يتفضلوا مفيش مشكلة. ماشي يا فندم تمام. اشمعنى يعني بعد 5 سنين بعتلنا عمال نظافة؟ ايه المشكلة يا مهرة؟ مش يمكن صفاء عايزة تقرب لك شوية؟ يمكن. طيب خلينا نبص عليهم. لك ايه؟ اطلع انت اعمل لي الدنيا بره، لو حسيت باي حاجه تديني حس على طول، سامع؟ تمام. انت بتعمل ايه؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.